كراش بانديكوت، وأخيرا أنا نيو كورتكس العظيم، وضعتك حيثما أريد. والآن الضربة الأخيرة. اصمت أيها الغبي. تقبل يا إنتروبي، هذا سيفشل مجددا. على الأقل حاولتم مع أوكا تحريرنا من هذا السجن. أنا لن أستمع إلى كلامك التافه أكثر من ذلك وطريقة مضغك. هل مات؟ دعه، لقد انتهى دوره. استدعيت قوة خارقة. كراش، أنا أخشى أن هذا ينذر بوقوع كارثة. أشعر أنها قادمة من قمة إنسانتي. بسرعة لننطلق. كراش، كراش، كراش. بسرعة لننطلق.
لا 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 يمكن، مستحيل. ابعدوا. فلاش، ما هذا؟ لاني لولي، لو ان الأقنعة الكونية لقد عادت الى اهلا اكو، كيف الحال؟ أهذا صدع كوني؟ يبدو انها بوابة تفصل بين الابعاد. اجل، كالتي نبقيها مغلقة، يجب ان ندخل واجد اشقائي ونصلح هذا الامر قبل ما يرتكب حقير مغرور يدبر خطة شريرة كارثة. ما هذا لنا أوكا أوكا دون أن يدري الطريق إلى مستقبلنا المشرق؟ بمجرد أن يكتمل مولد الصدع الذي أصنعه سوف نفرض سيطرتنا على الزمن والفضاء. إنجين وإمبريو، أخبراني ما الاختراعات التي قمتما بها؟ سيدي، معجزتي الآلية ستجعلك تنوم جيشا مغناطيسيا، ومزيجي سيجعلهم منيعين. أجل، استمتعوا بمسدسات الأشعة مثلاً. هيا بسرعة، حسب تقديراتي أعداؤنا يتقدمون نحونا بالفعل، ونحن سوف ننتصر. Thank you.